ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وجه عبد الإله بن كيران الأمين السابق لحزب العدالة والتنمية مدفعيته الثقيلة صوب عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث دعاه إلى التخلي عن السياسة. وقال بن كيران في بث مباشر على الفيسبوك من داخل بيته أمام فعالية نقابية: أخنوش خاصو يمشي قابل الفلاحة ديالو ويخلي عليه السياسة ويهنينا، راه ما خلقش ليها. كما دعا بن كيران وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى التفكير في حلول للقطاع عوض التركيز في السياسة. ولهذا أنا ما كنقول لكمش دابا أنتم سيروا وليوا سمن على عسل مع الإدارة ديالكم ولا مع السي عايز أخنوش اللي كيظهر هاد الأيامات بغى ما نعرفش شنو واش بغى يدخل شي مسائل مع الفلاحة ولا يمشي قبل الفلاحة ديالو إلا كان عنده شي عقل فهمتيني ولا لا يخلي عليه نقول له بالحقيقة يخلي عليه السياسة راه ما خلقش ليها فضيوا الهضرة كاع من الأخر يخلي عليه السياسة يمشي قبل الفلاحة ديالو ويقابل التجارة ديالو يهنينا انتي ورانا قلت له بركة بما فيه الكفاية رانا قلت له ما خلقش ليها انتي ولله جاء به على عجل لحل المشكل فهمتيني ولله يشوف كيفاش يدبر لمن يدوز داك الشيء ويمشي يبعد. هذه نصيحة لأنه أنا سي عز أخنوش وخا الخلاف معاه باقي كنحتفظ له بالود في النفس ديالي يعني الله هو هذا عبد الإله بن كيران هو هذا. نقول لكم الإخوان كيفاش غديروا الصلاة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.